شرفت جامعة شقراء في هذا اليوم المبارك باستضافة الاجتماع 18 للجنة عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات السعودية، وذلك يأتي في إطار دعم جامعة شقراء ومواكبة جهود وزارة التعليم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص قطاع التعليم، حيث تم في هذا الاجتماع ناقشة العديد من المواضيع المهمة، ومن أبرزها مناقشة ما تمخض عنه اجتماع لجنة العمداء مع هيئة التخصصات الصحية، وما صدر من قرارات في إطار التناغم والتكامل في أعمال بين أعمال اللجنة وأعمال هيئة التخصصات الصحية، مما يؤدي إلى إيجاد برامج أكاديمية وكلينيكية قوية ومتخصصة. كذلك تم مناقشة مواضيع أخرى ذات أهمية من حيث ارتباطها بجودة التعليم والرقي بمستوى خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية في مختلف التخصصات. من أهم ما يتم مناقشته في هذه اللجنة هي القضايا الأكاديمية والقضايا العلمية التي تخص كليات وتخصصات الدقيقة في العلوم الطبية التطبيقية وتخصصات علوم التأهيل الطبي، لإيجاد الحلول والعمل على قدم وساق لتطوير هذه التخصصات. أيضا من أبرز ما يتم الاستفادة منه في هذه الاجتماعات هي تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والتعاون بين الكليات.